مع الترجي مثلا، حتى الحته التدريبيه بتتمرن اول يوم في الجامعه، تمام، ده استاد رادس، هم غيروا النهارده، ده استاد رادس، انت بتتمرن النهارده في الملعب الفرعي بتاع استاد رادس، يا بتلعب في تمرين الجامعه بتتمرن في تمرين الجامعه، يا بتتمرن في تمرين الفرعي لرادس. مفيش حاجه كابتن محمود الخطيب رئيس البعثه بيسلم على الناس كلها واللعيبه، فكتاب مفتوح بالظبط زي ما قلت يا كابتن سعيد، كتاب مفتوح طول عمرنا مع الترجي، هم شايفيننا احنا شايفينهم، اذا كان من خلال بطوله عربيه، من خلال بطوله افريقيه، من خلال الدوري التونسي، من خلال الدوري المصري. قبل ما نتكلم على الجانب الفنيه بس عايز اقول ان موقف الكابتن محمود خطيب كرئيس بعثه وكرئيس نادي يعني مؤشر ذكي جدا مجلس اداره ان كابتن محمود يبقى موجود مع التيم في خلال هذه المرحله، بيديهم نوع من الطمانينه، نوع من الثقه، نوع من التواجد مهم جدا بينعكس على شكل واداء اللاعبين ان شاء الله من خلال معسكرهم ومن خلال المباراه القادمه. عايز اقول لك كمان يا كابتن سيد، الجانب الاداري اللي انتوا نجحتوا فيه قبل كده اللي بيقوم بيه سمير عدلي، يعني انت كان ليك دور كبير جدا بصراحه في الجانب الاداري، انك انت قبل المباراه المهمه التجهيزيه اللي بهذا الشكل، الجانب الاداري مهم جدا لانه بيساعد الجانب الفني على النجاح. وجود سمير عدلي ومحمد يوسف نجحوا بشكل كبير جدا في المعسكر اللي موجود في تونس، من ناحيه المعسكر، من ناحيه الاقامه، من ناحيه الملاعب، من ناحيه التغذيه، من ناحيه الاجواء قبل المباراه. طبعا بنحيي الجانب الاداري بشكل كبير جدا. الجانب الفني طبعا يعني المدير الفني كاردلون اللي بقاله فتره مع النادي الاهلي، هو طبعا بيتعرف، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده امبارح وخد وقت كبير جدا، هو بيتعرف على الفرقه بشكل كبير من خلال المباريات اللي هي مباراه الدوري العام، ثم مباراه النجم اللبناني اللي هو مباراه البطوله العربيه. يمكن كانت نتيجه التعادل ما تاثرش طبعا على شكل ولا اداء النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك ان مباراه الترجي في منتهى الصعوبة كابتن سيد كابتن أسامة، لأن هم كمان الترجي بيحب يلعب مع النادي الأهلي جيم مفتوح جيم. أشك في دي بقى المرة دي، يعني المرة دي يا كابتن أسامة برضو ادخل معنا في الحوار ده، المرة دي لا اتلسع كتير الترجي من الأهلي طبعا. المرة دي بالذات شخصية المدرب كمان اللي موجود على الخط مختلفة، يعني نبيل معلول كان في 2012، هي دي بقى بنزرتي كان في 2017، هي دي تفرق يا كابتن سيد، شخصيه المدرب، شخصيه المدرب خالد بن يحيى هو الجيل بتاعك تقريبا جيلكم، يعني كان بالظبط كان لعيب، كان لعيب سيرزباك بيميل شويه للتحفظ سنيا، فاعتقد ان السياسه بتاعته مختلفه شويه، يعني رؤيته وتفكيره واسلوبه والسيناريو اللي يلعب بيه ممكن يكون مختلف. ممكن، لانه انت يعني تاريخ لقاءات الناديين 17 لقاء، الاهلي كسب 6 والترجي 3 وتعادلنا 8 مرات، منهم الثمان مرات الاخيره من 2007 الترجي ما كسبناش، وزي ما انت قلت اكتر من مره بنكسبهم هناك في ملعبهم. طبعا الماتش اللي انت حرصت فيه الهدف 2001 اللي خدنا بالبطوله بعد كده قبل النهائي، عدلنا 1-1 عشان انت اللي سخنتني فاكر؟ اللي سخنني في بين الشوطين، لا 1-1 مباراة 3 هناك ومباراة 2 والسنة اللي فاتت 2-1